وحشتيني وحشتيني يا ماما. ماما عمري ما نويش عليا طليق. حضرتك لسه محاميه مش كده؟ يا سيام صحابي كلهم كيرفي عادي يا حرفك. صحابك بس اللي كيرفي. عليا اللي عملته اداره الفندق is totally unfair. بحس انك اتنين في بعض. في بعض حلوه. هي نفسك قالت لك ايه؟ ممكن ادخل؟ انا بعترض يا فندم. اعترض عليها يا استاذ. طلعت روحي من السبت الى الاربعاء الساعه 7 مساء على CBC.